مين الشخص اللي كانوا حاكمين عليك انك قتلته؟ بي الله معك يا غالي. خلص حكم العدالة 15 سنة، بلش حكم الناس مؤبد. ظهر من الحبس ومن أول يوم التقى فيها، بس ما بده يورط حدا. اشترى مسافة حرية وانطلق. بس يلي حكمه مؤبد بيوصل للحرية؟ بديع أبو شقرة، باتريسيا نمور، بمؤبد لمروان نجار، الأحد والتنين بعد الأخبار على الجديد.